نمشي لآخر خبر في نخبركم وبالتفاصيل. ملكة الرياضيات في إفريقيا المغربية هبة الفرشيوي، استقبال باهث وجائزة مالية ضعيفة. للأسف الشديد هذه البنية هذه فازت في مسابقة الرياضيات، أولمبياد الرياضيات، المات، فازت وهي ملكة وتوجت بالتاج ملكة الرياضيات في إفريقيا. ما معنى ملكة الرياضيات؟ أنها أحسن وأذكى شابة في إفريقيا، تتقن الحسابات الرياضية، تتقن الحسابات الرياضية، ملكة الرياضيات في إفريقيا. ما معنى ملكة الرياضيات في إفريقيا؟ خلينا نقولها بالدارجة باش توصل، يعني هاد البنت مخ، هكا كما تنقولوها بالدارجة مخ، يعني هاد البنت ملكة الابتكار والإبداع عندها، عطاها لي الله كملكة الرياضيات في إفريقيا. يعني هاد البنية مشروع مستقبلي لأش؟ لعبقرية في الرياضيات، لعبقرية في الرياضيات. يعني هاد البنية هبة مشروع مستقبلي للمغرب، أن يكون عندنا من سيفك شفرات الرياضيات العالمية. وتتعرفوا بأن الرياضيات هو لاباز، هو أساس كل العلوم والابتكارات والإبداع. يعني احنا عندنا مشروع مستقبلي ديال بنية سميتها هبة، اللي ممكن تفتح لنا أبواب الاختراع والابتكار والعلوم على مصراعي. واستقبالها كان باهت رغم أنها توجت كملكة في المات الرياضيات، كان استقبال عادي باهت جدا. الجائزة المالية 5000 درهم تقريبا. لو أن وإحنا ماشي ضد الفن أبدا، لو أن فنان دوك لي طالون، دوك الناشئين في الفن اللي تقلبوا على موضع قدم، وشارك في شي مسابقة معينة ديال الغناء، إحنا ماشي ضد الغناء، في مسابقة ديال الغناء وحصل على المركز الأول أو المركز الثاني أو المركز الثالث، ما فاش، ولكن مثلا كان منافس كان وصيف مثلا أو كانت وصيفة وما فازتش، تستقبل أو يستقبل استقبال الكبار والعظام. واحد تلقى كل شيء خارج يتسنوا في المطار، الناس، الصحافة، الروينة. ثم الاستقبال ديالها الملفت، لأنها كانت وصيفة أحسن مغني أو وصيفة أحسن مغنية أو وصيف أحسن مغني أو وصيف أحسن مغنية. بعد الاستقبال مبهر تتخاطف عليه المنابر الإعلامية، كل شيء بغي يجيبه يدير معه حوار، ويحز في النفس أن مغربية سميتها هبة تفوز بلقب ملكة إفريقيا في الرياضيات، ولم يقع عليها هذا التهافت. برافو هبة، واصلي، أنت مفخرة المغرب، أنت مفخرة المغرب، وأنت مستقبل المغرب.